تشارك مملكه البحرين دول العالم في اليوم الخامس من ديسمبر الاحتفال باليوم الدولي للمتطوعين من اجل التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه. سعاده وزير العمل والتنميه الاجتماعيه السيد جميل بن محمد علي حميدان اكد ان مملكه البحرين تزخر بسجل حافل من قطاع العمل التطوعي والاهلي الذي يستقي مسيرته وبرامجه من احتياجات المجتمع. مضيفا ان العمل التطوعي يتجسد جليا في مختلف اوجه الحياه وفي مختلف الظروف العاديه منها والطارئه في المملكه ولعل ما تم خلال العامين الماضيين من حمله تطوعيه غير مسبوقه لمواجهه جائحه فيروس كورونا دليل بارز على حرص ابناء البحرين على دعم ومسنده الجهات الرسميه في مختلف التخصصات والمجالات وقال حميدان ان مملكه البحرين تتمتع بمنظومه متكامله للعمل الاهلي التطوعي المحترف وتعمل على حمايتها وتسهيل عملها ومنجزاتها في مختلف مجالات العمل التنموي مؤكدا تنامي قطاع العمل الاهلي في العهد الزاهر لجلاله الملك المفدى حفظه الله ورعاه واضاف حميدان ان انتشار ثقافه ممارسه العمل التطوعي في المجتمع البحريني يعد احد عناصر التنميه الاجتماعيه وتحقيق مبادئ الشراكه المجتمعيه والتنميه المستدامه مؤكدا ان مملكه البحرين ممثله في وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه تحرص دائما على تمكين العمل التطوعي بمختلف صوره